اعتبرنا انه density هون constant واعتبرنا انه C constant كمان heat capacity اعتبرناها constant. فهذا السائل هون حسب ايش نوع السائل هذا راح تضلها هذه constant ما راح تكون temperature dependent. وراح نفترض كمان انه عندي negligible heat loss يعني حتى يكون هذا صحيح كيف بده يكون negligible heat loss هون معزول بده يكون هذا معزول عزل تام من هون هذا معزول من هون وهاي المنطقة اللي بدخلوا منها السلكين عشان الهيتر معزولين تماما ما بقدرش يمر منها حرارة وحتى هون بطريقة معينة هذا التانك يكون مسكر بإحكام ما تطلعش منه حرارة حتى ما يكون في عندي هيت لوس للسراوندينجز. إذا في عندي هيت لوس للسراوندينجز بدي أخذ بعين الاعتبار إذا هون عندي نيجليجبل هيت لوس. هذول الأربعة أسامبشنز رح ناخذهم حتى نقدر نشتغل ونطلع موديل للسيستم. هلا كمان رح نفترض هون رح افترض الان عندي انه الانترنال انرجي يو انترنال. هلا هون عندي الضغط ضغط عادي فما فيش عندي امكانيه ما رح ادخل واحسب هون قديش كميه الورك اللي رح يقدر يعملها هذا الليكويد. رح افترض انه الانترنال انرجي كلها مكونه من ايش؟ من الحراره الموجوده بهذا الليكويد. رح افترض هذا الليكويد فيه حراره كميه حراره كميه الحراره هاي رح افترض هون انه يو انترنال بتساوي اتش اللي هي الانثالبي وهون رح نفترض انه اتش only depends on temperature i.e. not pressure. ليش هيك قلت؟ ليش انه بيعتمدش على البريشر؟ ايش يعني قصدي؟ يعني البريشر ممكن استنتج منه كمان كمية الطاقة اللي موجودة في هذا السيستم اه؟ متذكرين شو حكينا امبارح؟ إنه إذا عندي بريشر عالي أنا ممكن أستفيد من هذا وأخليه يعمل لي شغل. فلما بتحدث عن الانترنال انرجي توتال انترنال انرجي أو توتال انثالبي لهذا في إشي جاي من الحرارة وفي إشي جاي من البريشر الموجود فيه. رح نفترض إنه هون البريشر مش مهم إنه التوتال انرجي اللي موجودة تعتمد بس على درجة حرارة هذا الليكويد اللي موجود. هلا كمان في تعبير هون بيستعملوه بيستعمل إذا استعمل الكاري عادة وين بتستخدم؟ هذا الرمز اسمه كاري زي الطائية اه. وين عادة بنستخدم الرمز تبع الكاري؟ بالفكترز بنستخدمه؟ بالاتجاه لما احكي مثلا انه صحيح مزبوط اوكي. وين كمان بنستخدمها في الكنترول؟ استيميتد تمام. في الموديل كنترول لما بتبدا تحكي عن الاستيميشن ممكن احكي عن اكس استيميتد. شو يعني اكس استيميتد؟ اخذته اللي اخذوا مودرن كنترول اخذته مودرن كنترول لما بقول اكس استيميتد. شو يعني استيميتد؟ قدرت انا قيمه اكس. مش عندي بروسيس ممكن عندي بروسيس والبروسيس هاي بدي اقدر قيمه اكس اعملها استيميشن اللي موجوده واكس هي عباره عن ستيت موجوده في داخل السيستم واكس الحقيقيه انا مش قادر اوصلها اقيسها. ايش بعمل؟ ايش ببني؟ اوبزرفر تمام ببني اوبزرفر والاوبزرفر هذا ايش راح يطلع لي منه؟ راح يقول لي انا بقدر انه اكس بعطيني اكس هات واكس هات عباره عن فيكتور. ليش قلنا اكس هات فيكتور؟ لانه السيستم في ستيت مزبوط واكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4. فالاستيميتر ايش بقول لي؟ بقول لي انا قدرت انه اكس قيمتها هالقد مع ما بنيت الاوبزرفر والاوبزرفر اعطاني استيميتد فاليوز. هل شرط انه يكون اكس استيميتد هي نفسها اكس اللي بالستيت؟ لا، لكن هي اكس استيميتد مختلفه عنها. اذا الكاري كمان تستخدم هناك. انا بس بحكي لكم استخدامات الكاري بس هون استخدامها استخدموا الكاري لما عملوا هون سبيسيفيك انثالبي. لما بنقول سبيسيفيك يعني لغينا اعتمادها على ايش؟ على الماس. احسنت على الكتله. فهون لغينا فهون اتش هي سبيسيفيك انثالبي او مثلا يو internal hat اللي هي specific internal energy. إذا نحن من اللي بنحكيه هون إنه ما راح أطلع أنا PVV ماليش إلي علاقة مش راح ما بهمني PVV الشغل اللي ممكن أخذه من PVV. الانترنال انرجي بالنسبة إلي اللي موجودة في هاي المادة راح تعتمد اعتماد كلي على درجة حرارة اللي موجودة فيها. يعني هاي السائل هذا لما بسخنه برفع درجة حرارته بالنسبة إلي الانرجي اللي موجودة فيه هي بس ايش؟ اللي موجودة من التمبرتشر اه. فلما بتنزل درجة حرارته 10 درجات مئوية راح اقدر استفيد منه هاي الحرارة واخذها اللي هي عبارة عن سبيسيفيك هيت كاباسيتي مضروبة في الماس تبعته مضروبة في
دلتا تي درجة حرارة اللي نزلها هذا المحلول.